هو يعني برضو مش عايز اقصى على خالد جلال قوي، بس في النهايه برضو النهارده كره محمد ابراهيم دي في نهايه الشوط لا هي في الاول، كورتين لمحمد كره ابراهيم. محمد ابراهيم الثاني ده، محمد ابراهيم دي بدل ما يشوطها لو عملها كده بس على سامي الجون اتفتح يعني، ما هو وكون ده هوا معاه التوفيق كمان خالد، ما هو في ده التوفيق، واحده بتاعت محمود علاء هو ده بالراس. التوفيق، ده التوفيق اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك اليوم ده بتاعك، بس بيجي ايه للمجتهد، للي بيتعب، للي بيقاتل. ف طيب انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، ومع الماتش اللي جاي هو ماتش مهم جدا جدا جدا، ونقطه النهارده نقطه مهمه. انت دلوقتي عندك موسم قادم وهتعمل انتدابات بملايين الملايين، انت عندك دلوقتي بيراميدز 70 طب وانت 69، انا عايز العب في افريقيا. يعني انت دلوقتي عندك دوري الابطال والكونفدراليه، دوري الابطال مؤهل لكاس العالم للانديه، والمستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته ما بيعملش فرقه طول الوقت بالملايين دي عشان تلعب في الكونفدراليه. الكونفدراليه دي كانت محطه مهمه للوصول لدوري الابطال وان انت تلعب بقى المره دي على دوري الابطال. فالنهارده ما تكون عندك 69 نقطه وكمان اخر ماتشين ثلاثه بيراميدز تعادلهم، يعني كان زمان دلوقتي بيراميدز لو كسبان الماتشات والحرس اتعادل معاه برضه في الدقيقه 88، يعني كان زمانه دلوقتي فارق 3 نقط. وعندك مشكله كمان ان انت لو تعادلت معاه في النقاط هو متفوق عليك كسبانك في مجموع اللقاءين كسبانك متعادل معاه، فبالتالي ماتش الاسماعيلي ده هو ماتش رجولي. الاهلي كسب مبروك، بس انت لازم تكسب، انت لازم تكسب عشان تتاهل لدوري الابطال، وتكسب عشان الناس بقى تمسك راديو واللي يمسك وده وقت قد ايه، وده الساعه 8 وده خلص وده ما خلصش والكلام ده والقصه دي. اهم حاجه تكسب، تكسب هتتاهل لدوري الابطال. اتعادل هيبقى عندك ماتش اخير، تكسب الاهلي تفوز بالدوري، الاهلي كسب انت كسبت، يبقى انت تاهلت لدوري الابطال. ده الاهم بالنسبه لك ان انت تبص لنفسك الفتره اللي جايه. عشان كده انا قلت يا كابتن خالد لازم يبقى في تركيز الفتره اللي جايه، لازم يبقى في تحمل مسؤوليه، ان زي ما انت قلت عندك اختيارين، اختيار ما بين ان شاء الله بطوله الدوري ودي مش بايدك دلوقتي، بقت بايد الفرقه اللي فرقه النادي الاهلي والمقاولين لما يلعبوا بعض، لكن انت عندك برضو بايدك انك انت تلعب في بطوله الابطال، فدي برضو ده هدف انت بتلعب عليه الفتره اللي النهارده. النهارده يا كابتن سامي لو انت كسبت النهارده، انت عندك 68، كسبت النهارده عملت ضغط على الاهلي ماتش المقاولين طبعا، وبقيت في دوري الابطال. يعني انا وانا عمال افكر اقول ايه ده النهارده، الحمد لله طارق جاب، ما جاب الجون جاب الجون، فقلت خلاص احنا كده رسميا تاهلنا دوري الابطال. احنا قلنا عارف ايه وكده عملنا ضغط الماتش اللي جاي، انت عندك الاسماعيلي وعندك عنده المقاولين، مفيش حاجه مضمونه. لا خالص لا، انت عارف احنا قلنا ايه كمان؟ ان الزمالك هيجيب الثاني. اسال والله، وده اللي احنا كنا بنتكلم والله فيه والله العظيم، لان انت كان مشكلتك الجون الاولاني. فاحنا قلنا طالما الشوط الاولاني عدى وفرقه الجونه معاها الهوا، الهوا الشوط الثاني هيبقى ان شاء الله معانا. ان شاء الله اللعيبه تبقى فايقه، فرقه الجونه المفروض الطبيعي ان هي بدنيا تقل، بس التوفيق كان هو ده اللي انا بقول لك غير عليه. طبيعي طبعا بجانب استفادوا من الاخطاء، ممكن يكون عمل كده عشان تتعب اكتر في المباراه النادي الاسماعيلي زي ما انت قلت يا خالد، لان مهم جدا دوري الابطال ده، مهم جدا اللعيبه تلعبه، مهم جدا. انت عندك الماتش اللي جاي عبد الله جمعه هيرجع لك من الثلاث انذارات، هيكون متواجد، هنشوف كابتن خالد جلال هيفكر ازاي. طب سامي هو اتكلم على التغييرات، يعني انا مش شايف ان التغييرات، يعني مع احترامي انا سمعت برضو اراء بعض المحللين على قناه النيل الرياضي، يعني مش شايف ان التغييرات هي السبب. يعني انا يعني مثلا طلعت عمر بقى اوباما هو اللي قدام، نزلت مدبولي، محمد ابراهيم كان في الحته دي، احمد سيد، يعني حميد احداث، يعني مش شايف ان في حاجه تؤدي ان الزمالك يخسر اصلا عشان التغييرات، يعني مش شايف ده. لا بص يا كابتن خالد، انت احنا فهمت قصدي ولا؟ بص انت كمدرب، محمود عبد العزيز جاب جون حتى، ما انا اقول لك، انت كمدرب وكلاعيبه في تغييرات باين لك المدرب اللي قدامك عايز ايه، فانت التغيير، انا بتكلم عن تغيير بالذات، بحدد تغيير محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز انت النهارده لما نزلته مع ساسي ومع طارق حامد بينت ان انا عايز ادافع في الوقت انت اصلا انت اللي بتهاجم، يعني في الوقت انت مش مضغوط. انت مش مضغوط ولا بس انت عايز ايه من الماتش؟ ما انت عايز الثلاث نقط. ما انا عايز، ما انا راكب الماتش، انا عايز اجيب الثاني كمان، ما انا عايز ثلاثه بونت وفي نفس الوقت انا راكب عشان اجيب الثاني. فالنهارده بدي مؤشر ان انا لا انا عايز امن، انا عايز طب النهارده انت عملت الثلاثه دول، دي خيره بعيده على فكره، يعني مدبولي وحميد احداد واوباما في النص مش تغييره دفاعيه، هو محمود عبد العزيز بس. ما هو ده اللي بقول لك عليه، توقيتها بدري، توقيتها يعني انت خايف يكون ممكن يعني انت ممكن تغييره ثالثه مثلا ومش مضغوط. انا مش مضغوط، انا مش بدافع، انا مش بدافع، مش مضغوط، انا اللي بهاجم اساسا، انا اللي بفكر انا اجيب الهدف الثاني. طب انت لعبت بالثلاثه دول وخطوطك كانت مفتوحه،
يعني انت النهارده ما استفدتش حاجه اساسا. جه في جونين، ما انا بقول لك انت ما استفدتش بالتغيير حاجه. الخطوط بقت مفتوحه اكتر من الاول. صح ولا غلط؟ صح. والهجمات المرتده بتاعت فرقه الجونه كانت اكتر مننا. ده في بعد الهدف كمان الهدف الثاني كان في هجمه مرتده كان ممكن تبقى ده في كونتين ثلاثه اكتر من هجمتين ثلاثه. فمعنى كده ان التغييره بتاعتك بالعكس ما افادتش. دي في نفس الوقت فتحت الخطوط بشكل غريب جدا، وودت مؤشر للطرفين ان هم يفتحوا عشان في ناس بتدافع في نص الملعب، فاصبح المساحات مفتوحه على الطرفين. ده اللي استغلها في الهدفين من ناحيه بهاء مجدي. فالنهارده التغيير ما ادتنيش المؤشر اللي انا عايزه. بتاعت حتى لو بتتكلم على طيب يعني في توفيق غير طبيعي برضو يا كابتن سامي. استفاد من الاخطاء، توفيق مش طبيعي. ما هو استفاد يعني حتى الاهداف اللي تم احرازها مش ملعوبه يعني يا سامي. ما بقولكش لا، بس استفاد يعني الكره بتتلعب بالعرض. لو ما خبطتش كانت لعيبه الزمالك هتطلعها. دي خبطت وراحت نطه وراحت راحه لياسر. أيوة عمر بيجري وراها كده. استفاد من الاخطاء بتاعتك انت. الاخطاء عندك انت الاول، هو استفاد منها سواء في اللفه بتاعت. انت بتتكلم على اساسا ان الكره توصل للشبراوي في المساحه دي. طب ما انت معاك ثلاثه، يعني انت معاك ثلاثه في نص الملعب، ساسي ومحمود عبد العزيز وطارق حامد. المفروض الكره اصلا ما تخرجش من نص الملعب. المفروض يبقى في ضغط جامد جدا من على الاطراف او من العمق. حسب مكان الكره. لا هو انا منزل محمود عبد العزيز. منزل محمود عبد العزيز ايه؟ اقول له ايه؟ يلعب على شمال طارق حامد عشان تقفل لي الجنب اليمين دوت مع بهاء مجدي. طيب فهو موضوع اللعب الثلاثه الشيني لازم يبقى الوظائف بتاعتهم. الثلاثه ما بيلعبوش ما بيلعبش بالظبط كده. لازم الثلاثه بتوعهم يبقى وظيفهم ايه؟ كل واحد عارف وظيفته. يعني فاهم يعني. طب عايز اقول لك حاجه طارق، معلش احنا قاعدين احنا الثلاثه اهو. انا مثلا احنا لعبنا مع بعض احنا الثلاثه. انا مثلا لو اديت الكره لسامي عليا اللي ما اعرفش ايه، لو دخل على ثلاثه على سامي ما حدش هياخدها منه. انا بقولها لك اهو. طارق مصطفى لو اديته الكوره والله لو اتلموا ثلاثه مش هيعمل ميس باس. ايوه. وانت اديت كره لخالد الغندور مش هيعمل ميس باس الا ما يعني يكون ايه تمام. النهارده انا بتفرج بلاقي ان لعيبه الجونه عندها قدرات انها تحافظ على الكوره وعلى الميس باس اكتر من لعيبه الزمالك. المفروض لعيبه الزمالك دول احرف، لعيبه الزمالك دول قدرات اعلى، فالمفروض انا احافظ على كورتي. يعني انا من ضمن اهم اسباب من وجهه نظري انا بشوفها في فريق نادي الزمالك، ان يعني من ضمن اهم اسباب تفوق فرجاني ان هو لعيب بيحافظ على الكوره. يعني صح ولا لا؟ يعني لو اتدخل عليه ثلاثه لا بيحضر وبياخدها وبيبصيها صح. فانا لازم اشوف اوباما كده، لازم اشوف محمد ابراهيم كده، لازم اشوف احمد فقدان الكوره من لعيبه بتلعب بتيشيرت نادي الزمالك ده يعني يطلع عين معرفش ايه عشان الكره تضيع مني ولا انا غلطان. النهارده بشوف الكره بتضيع في مقابل احمد حمدي مثلا النهارده المهاره من النادي الاهلي ليه محافظ على كورته وبيعدي وبيرقص وبيخط ظهره. بس انا تحديدا مباراه النهارده، خلينا نتكلم في مباراه النهارده. الجونه ما كانش عندها ضغوط. الجونه عندها اثنين حفز. حفز الاولاني ان الجونه بيلعب الاهلي به يعني النهارده الاهلي به. انا بكلمك بصراحه دي نقطه معلش هتتفق هتختلف. بلعب عشان النادي الاهلي ده حقهم بصراحه. كل اللي موجودين في الملعب لعبوا في الاهلي واللي معارين الاهلي ولا ابو اهلاوي طول عمره زي ياسر ريان ويعني خلاص يعني راجل اهلاوي مولود اهلاوي. لا ده كتير جده وحتى اسلام رشدي ولؤي لعب في الناشئين وفرقه كتير كتير كتير. بس ده حتى محمود الجزار واكرم توفيق واحمد علي البكراي حتى عمر رضوان حارس المرمى الاحتياطي حسام غالي رضا شحاته. شوف انت بتقول ايه. بالظبط الناس اللي باكات. شوف انت عديت قد ايه. بس ده برده مفيش مشكله بالنسبه لنا كلاعيبه نادي الزمالك او الزمالك. لان ده مش ده اللي انا قلته. ده اللي انا الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه الشيني ان في مدير فني. احنا لما بنيجي نلعب ومدير فني لسه جاي وبيتفرج كل واحد عايز يثبت وجوده عايز يلعب وعايز يبقى موجود السنه الجايه. فدول الدافعين دول كان عند الجونه في الالتحامات والجري اللي انا ما توقعتش ان هم الشوط الثاني. انا قلت الشوط الثاني ممكن يقعوا ولكن كانوا هم بصراحه كانوا واقفين على الجو. ولكن انا بتكلم فين؟ احنا بقى شوف انت بتقول الدوافع يعني الدوافع. شوف انت بتقول ايه المفروض احنا ما نعملش ميس باص. بس انت لما بتلعب بهدوء يعني مش فارقه معاك الماتش غير ما تلعب وانت لازم تكسب في ضغوط. أيوة يعني طبعا انا بقول لك عليه الضغوط. انا بقول لك ده هم ما كانش عندهم الضغوط دي. انت اللي عندك الضغوط وعندك الثلاث نقاط. بس انا بتكلم فيه بقى ان انت ياما ربنا كرمك وجبت الجون بتاع طارق حامد الجون العالمي المفروض الدنيا تتغير بقى. لازم هنا بقى عشان كده ايه لا لازم اهدى وقف كره من رجل الرجل. مستعجل على ايه؟ عليك نور. ما يبقاش الريتم كله سريع وانا مش لا يعني فاهم. انت لا ايه في المساحات ما انت قفلت محمود عبد العزيز. بس يا خالد بس محمود عبد العزيز معلش يعني محمود عبد العزيز انزل محمود عبد العزيز يبقى محمود عبد العزيز يبقى فرجاني هنا ومحمود عبد العزيز هنا وطارق حامد هنا.
ما يبقاش الموضوع كده، لا يبقى في انت بدل 4 2 3 1 هتعملها 4 1 2 بس او 4 1 2 3 3 بس محمود عبد العزيز وفرجاني. انا بقفل هنا الجنب ده مع النجاز، بقفل هنا الجنب ده محمود عبد العزيز مع مين؟ الثلاثة خالد يقول لك 4 1 2 2 1 مش شرط 4 3 3 او 4 1 4 1 مش فارقه معايا، بس الثلاثه دول اللي هم بالظبط كده يفردوا عليك. انا من ناحيه اليمين، الناحيه الشمال مش شغال عندهم. الراجل الافريقي بطيء من اول المباراه وواقف وما بيعمل ما بيهاجمش، هو الجنب ده اللي عندهم اليمين اللي شغال، فاهم؟ فانا محمود عبد العزيز هنا في الجنب ده عشان اقفل مع مين. خلاص خلصت الموضوع، ما فيش ما غيرتش الطريقه. انا 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 ده اللي انا قلته غير كده. كابتن سامي انا لعيب هجومي وانت لعيب دفاعي وطارق لعيب يعتبر هجومي، اما بيجي ما بتجيب جون بيكون تركيزنا اكتر ان دافع كويس. انت فهمت قصدي يا كابتن سامي؟ وممكن لو انت ما تكون كسبان، انا بتكلم عن نفسي، ما كنا بنلعب اما انا كسبان فبيكون تركيزي اكتر ان انا دافع كويس وهجيب جون، بس انا مش تركيزي اكتر ان انا اهمل الدفاع عشان انا كسبان. لا وحسب حالتك وحسب برضه الحاله اللي قدامك. انا عايز اجيب التاني الخصم. وحسب الخصم اللي قدامك، حسب الخصم واقف وما بيهاجمش، انا لازم اجيب التاني. انا اجيب التاني، ما فيش كده، لازم اقتل بالتاني. ده طبيعه الشغل وبالذات الفرق الكبيره. احنا قلنا ايه؟ احنا مش قلنا هيجي التاني، مش قلنا هنجيب التاني. لكن ما اجيش اقول ايه، انا بقى جبت الهدف الاولاني بقى قافل كويس. لا، الفرقه اللي قدامك مساعدك انك تجيب التاني ومساعدك تجيب، لا اقتل الجيم واجيب التاني. لان انا عندي مشكله طول الفتره اللي فاتت دي ان ما بعرفش احافظ على الهدف. يبقى لازم اقتل الجيم بالتاني، وفي نفس الوقت لما عرفتش اجيب التاني يبقى التقفيله بتاعتي قويه جدا ان انا ما اخش فيها هدف. لكن ما ينفعش الاثنين الطرفين بتوعي يبقى فاتحين بالشكل ده وفي فراغ ما بين الباك والسرد باك والباك والسرد باك، ما ينفعش. ما فيش مساحات. بص يا كابتن سميم، يعني انا ماليش في الكوره في تدريب قوي، بس انا شايف من وجهه نظري ان افضل طريقه نادي الزمالك من وجهه نظري بالاطراف اللي عندهم 3-5-2. يعني انا شايف ان انا طالما اديت، انا ما كنت انا لعبت باك ليفت فتره، كان بيدوني مهام هجوميه لان بنلعب ب 3-5-2 ماشي، فبيلعب الاطراف بتكون فاتحه ومهاجمه، فاتحه ومهاجمه تمام. لكن انا بلعب باربعه، انا فاكر لما كنا بنلعب باربعه يقول لك لازم الباك ليفت يضم كسرد باك تاني في الهجمه، ولازم لا انت عندك، معلش مع احترامي، ولا حمدي النجاز بيعرف يضم ولا عبد الله جمعه، الاثنين لعيبه بيهاجموا افضل بكتير.